بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dear students of supply chain management class, welcome everybody to Al Isra University e-learning. This is Dr. Munir Al Ghurra. In today's presentation, we will continue in chapter 4, supply management integration for competitive advantage. And in this presentation, we will proceed in explaining the internal integration. Then we will move to talk about external integration. In the previous lecture, we explained about the linkage between purchasing department or supply management with operations, and the purchasing management with quality assurance. يعني تحدثنا في المرة الماضية، احنا نتحدث الآن عن التكامل الداخلي بين دائرة التوريد supply management مع الوظائف والدوائر الأخرى داخل المنظمة، وتحدثنا أن هناك تكامل داخلي وتكامل خارجي. احنا الآن بصدد الحديث عن التكامل الداخلي بين دائرة التوريد والوظائف والدوائر الأخرى في المنظمة. تحدثنا عن الـ supply management linkage with operation department and with the quality assurance department. Today we will continue and proceed to explain the linkages between purchasing department or supply management department with other functions and departments within the organization in the internal integration. These departments such as accounting and finance, engineering, legal and environmental safety, marketing and suppliers. Okay, engineering. One of the most important and challenging linkages. يعني عملية الربط ما بين السبلاي مانجمنت والانجينيرينج تعتبر واحدة من أهم الروابط والتحديات، الأكثر تحديا أيضا. Firms can create stronger communication linkages and flows between supply management and engineering in several ways. يعني في عنا عدة طرق ممكن أو أشكال تستفيد منها المنظمة عندما تعمل ربط أو اتصال قوي ورابطة قوية ما بين السبلاي مانجمنت ودائرة الانجينيرينج الهندسة أو التصميم. طبعا يندرج ضمن إطارها الديزاين نيو برودكت ديزاين اور ديفلوبمنت اوف بروسيسز اند برودكتس. كيف ممكن تستفيد هذه الربط ما بين السبلاي مانجمنت والانجينيرينج ديبارتمنت؟ Joint product and process development activities. يعني الاشتراك ما بين هذه الدائرتين supply management والengineering بيجتمعوا لتعمل تطوير على البرودكت او العمليات او الانشطة في المنظمة. ايضا co-opting engineers to work in supply management. عندنا دائرة supply management ودائرة الانجينيرينج، ممكن في الرابطة بين هاتين الدائرتين يتم تعيين أو ترشيح المهندسين اللي للعمل داخل أو مع دائرة سلسلة التوريد اللي هو السبلاي مانجمنت. يعني هذه الرابطة قوية ومهمة، ومن خلالها ممكن تعيين أو ترشيح أو عمل لجنة من المهندسين للعمل في supply management department. Looking for new technologies أيضا ممكن من خلال هذه الرابطة يتم البحث عن أي تكنولوجيا حديثة لعمل تطوير برامج وأنظمة أو منتجات جديدة. Engineers and buyers
are working together on product development or supplier selection أيضا. يعني ممكن من أشكال هذه الرابطة أن المهندسين أو المسؤولين عن هذه الدائرة مع البايرز، مع المشترين، يعملوا معا لعمل تطوير المنتجات أو اختيار السبلاير المناسب. The key to a successful relationship between supply management and engineering is open and direct communication. عشان تكون أو أهم هدف أو العنصر الرئيسي لنجاح العلاقة بين السبلاي مانجمنت دائرة التوريد مع الانجينيرينج مع دائرة الهندسة، هو تأسيس وفتح اتصال مباشر بين هاتين الدائرتين، which in turn should lead to increased teamwork and trust. وبالتأكيد هذا الاتصال المباشر سوف يؤدي إلى زيادة العمل بروح الفريق وزيادة الثقة، اللي من دوره بالتأكيد ينعكس بشكل إيجابي على المنتجات وعلى الشركة بشكل عام. فلذلك يجب أن يكون هناك تكامل داخلي ما بين Supply Management Department and Engineering Department، وممكن إحنا نستفيد من هذا التكامل بهذه الطرق. وطبعا هذه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. Okay. The linkage between accounting and finance department with supply management departments. هان أيضا يجب أن يكون هناك ربط ما بين دائرة التوريد مع الأكاونتينج مع دائرة المالية والحسابات. Much communication activity is electronic. يعني أكثر هذه الأنشطة أو الاتصال والتواصل بين دائرة التوريد supply management والأكاونتينج وفاينانس is electronic، تكون إلكترونية. Inbound materials reconciliation of purchasing orders, invoices, and receiving documents. هذه هي العلاقات اللي بتكون ما بين السبلاي مانجمنت والفاينانس او الاكاونتينج، يعني المواد اللي احنا بدنا نشتريها، الانفويسز الفواتير، والريسيفينج دوكيومنتس يعني الوثائق، الاستلام من ريسيت من مواصفات وما الى ذلك. جميعها الريكونسليشن يعني عملية المصادقة على البورشيزينج أوردر أو يعني توثيقها والتأكد من مدى صحتها. Developing timely and accurate cost data أيضا تعطيني بيانات عن التكاليف، بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب عن التكلفة. Often basis for make or buy decisions في العادة أو غالبا ما تستخدم هذه البيانات كأساس لاتخاذ قرار نصنعها أو نشتريها، يعني قرار الصنع أو الشراء أيضا يعتمد على هذه البيانات. والربط بين Accounting and Finance Department with Supply Management Department ممكن يفيدنا أو يفيد المنظمة في هذا الجانب. Coordinating capital equipment decisions أيضا يتم من خلال التنسيق بين هاتين الدائرتين اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعدات الرأسمالية، يعني المعدات الكبيرة ومن آلات ومعدات، وممكن قرارات مصيرية مثل شراء أراضي، شراء مباني، أو بيع أراضي، بيع مباني. يعني هذه القرارات وشكل التواصل والاتصال المفتوح ما بين الـ Accounting and Finance Department with Supply Management Department. The Supply Management Performance Measurement System also relies on input from cost accountants to help calculate the total cost of an item.
ان ايتم. ذا سبلاي مانجمنت بيرفورمانس يعني اداء او قياس اداء اداره التوريد يعتمد على الانبوتس يعني هي مدخلات فروم كوست اكاونتنتس من محاسبه التكاليف او محاسبين التكلفه اللي بيساعدونا على حساب توتال كوست اوف ان ايتم على حساب التكلفه الاجماليه لعنصر معين. ايضا يعني في نفس المضمار انه كيف نستفيد عند شراء عنصر معين، دائره التوريد تستفيد من دائره الماليه او الاكاونتنج الحسابات من خلال معرفه تكلفه العنصر، وبالتالي تتخذ القرار الانسب في اختيار العنصر المناسب بناء على التكلفه وما الى ذلك من قرارات. Another department is marketing and sales department. The linkage between supply management, marketing and sales department. Supply management maintains indirect linkages with marketing. يعني تحافظ على اتصال غير مباشر مع التسويق، مع دائرة التسويق. Many new product ideas that supply management must support start with marketing personnel. الكثير من الأفكار للمنتجات الجديدة التي يجب أن تدعمها دائرة التوريد تبدأ من موظفين التسويق أو العاملين في دائرة التسويق. Who are the voice of a firm's end customer؟ اللي هم طبعا يعتبروا الصوت، صوت المنشأة أو وجه المنشأة للـ end customer اللي هو الزبون النهائي اللي بنصل له. يعني دائرة التوريد ممكن من خلال التكامل الداخلي مع دائرة التسويق تحصل على أفكار جديدة من العاملين في دائرة التسويق، بما أنهم يعني هم المسؤولين عن العمل مع الزبون ومعرفة رأي الزبون أو جمع معلومات عن منتج جديد لتلبية رغبة وحاجة الزبون. Marketing also develops sales forecasts that convert into production plans. أيضا كيف يتم أو نستفيد من التكامل بين دائرة التوريد ودائرة التسويق من خلال تطوير أو عمل تنبؤات للمبيعات. في دائرة التسويق تعمل تنبؤ في المبيعات، هذه التنبؤات ممكن يتم تحويلها إلى خطة إنتاج، وبالتالي دائرة التزويد أو التوريد يجب أن تكون على تنسيق مع دائرة التسويق للاستفادة من هذا الجانب. Supply management must select suppliers and request material to support both marketing and production plans. هنا رابطة أخرى بين السبلاي مانجمنت، تختار السبلايرز and request materials وتطلب المواد to support both marketing and production plans لدعم كلا دائرة التسويق و أو سوري أو خطة التسويق وخطة الإنتاج بناء على اختيار الموردين وطلب المواد التي نحتاجها لإنتاج منتج معين وتضمينه ضمن خطة الإنتاج وبالتالي خطة التسويق فيما بعد. اوكي، ليجال، الدائرة القانونية. الآن نتحدث عن اللينكيج، ذا لينكيج بين سبلاي مانجمنت اند ليجال ديبارتمنت. سبلاي مانجمنت اوفن converse with the legal department to seek counsel on specific elements of contracts issues that may arise include. يعني دائرة التوريد يعني تعمل بالتنسيق مع دائرة الدائرة القانونية للحصول على استشارات أو نصائح
on specific elements of contracts، يعني على قضايا معينة أو عناصر معينة في أمور العقود، يعني القضايا القانونية التي تتعلق عند كتابة العقود. issues that may arise include، يعني بعض القضايا اللي ممكن تظهر أو تطفو على السطح في الربط، عملية الربط بين الـ legal department with الـ supply management department، include contractual issues، قضايا إلها علاقة بالعقد، كتابة العقود والإجراءات القانونية في كتابة العقد. patent ownership of new technologies، عملية امتلاك تكنولوجيا جديدة من حقوق الملكية وحقوق الطبع وحقوق يعني الملكية الفكرية أو امتلاك التكنولوجيا، امتلاك new technologies أو أي فكرة أو إبداع جديد تحتاج بالتأكيد إلى إجراءات قانونية. intellectual property issues، يعني هيها قضايا تتعلق بالملكية الفكرية والإجراءات القانونية اللازمة في هذا الجانب. product liability claims، يعني إجراءات لها في علاقة ب المنتج نفسه وإجراءاته والتزامات المنتج. anti trust issues، قضايا لها علاقة بالثقة وإجراءات عدم الثقة. long term contract with escape clauses، العقود طويلة الأجل. supplier non-conformance issues، supplier non-conformance issues يعني قضايا لها علاقة أيضا العمل مع supplier معين. electronic commerce also raises many legal issues، الآن القضايا الجديدة أيضا حدثت مع الإلكترون، مع الإيكوميرس، مع التجارة الإلكترونية، أيضا هناك العديد من القضايا القانونية. that require supply management to consult with legal department، اللي هذه تتطلب من إدارة التوريد أن تستشير وتعمل تكامل داخلي مع legal department، مع اللي هي الدائرة القانونية طبعا، من خلال هذه بالإضافة إلى الإلكترونيك كوميرس الإي كوميرس، أيضا هنا جميع القضايا القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، بامتلاك تكنولوجيا حديثة أو امتلاك معدات أو منتجات معينة لها طابع قانوني، ومعدات أو منتجات لها علاقة ب أو قضايا أخرى تتعلق بالcontractual issues، تتعلق بالجانب القانوني للعقد وما إلى ذلك من قضايا. Okay, the last internal linkage is environmental management، الإدارة البيئية، يجب أن يكون هناك ربط ما بين supply management and environmental management. supply management may also confer with personnel from the environmental health and safety departments، يجب أن يكون هناك ربط ما بين supply management مع ال environmental department، ال health department and safety department، مع دائرة الصحة والسلامة، مع دائرة البيئة. لماذا يتم هذا الربط؟ to ensure that suppliers are employing safe methods of transportation، للتأكد أنه المزودين أو الموردين بيستخدموا أو بيوظفوا طرق آمنة في عملية النقل. and are complying with occupational safety and health administration and safety regulation، بالتنسيق مع أو توافق مع الـ Occupational Safety and Health Administration and Safety Regulation، مع التعهدات
والأنظمة، أنظمة السلامة والأمان. Occupational Safety and Health Administration اللي هو إدارة الصحة والسلامة، وبناء على تعليمات السلامة والأمان. Supply Management is also concerned with environmental sustainability. أيضا Supply Management تهتم مع الـ environmental sustainability، الاستدامة البيئية. It works with company sustainability offices to develop strategies. تعمل مع دائرة الاستدامة أو مكاتب الاستدامة لتطوير استراتيجيات and practices وممارسات to enhance supplier sustainability، لتحسين للاستدامة مع السبلاير. طبعا الـ environmental sustainability يعني خدمة البيئة أو الاستدامة البيئية من حيث المحافظة على البيئة من عمليات الإنتاج الغير قانونية وأي إجراءات ممكن تضر في البيئة. Now we will move to external integration. بس قبل ما يعني ننتقل إلى external integration، إحنا تحدثنا عن internal integration، التكامل الداخلي ما بين المنظمة والعديد من الدوائر الداخلية، منها دائرة الأوبريشن، دائرة العمليات أو الإنتاج البرودكشن، دائرة الكواليتي الجودة، دائرة الماركتينج، الفاينانس، الإنجينيرينج، الليجال، الإنفيرومنتال، وجميع هذه الدوائر ذات العلاقة اللي من شأن هذا التكامل الداخلي بينها وبين السبلاي مانجمنت يحسن من العمليات ويحسن من إدارة سواء إدارة الجودة أو إدارة الإنتاج أو أي فوائد أخرى تعود على المنظمة بشكل عام. الآن نتحدث عن الإكسترنال إنتجريشن، التكامل الخارجي. قلنا ان الانترنال انتجريشن ما بين دائرة السبلاي مانجمنت مع الدوائر الداخلية او الوظائف الداخلية او الاخرى، او ممكن تكون انشطة داخل المنظمة. السبلاي مانجمنت is the face of organization to its supply base. الدائرة التوريد هي وجه المنظمة مع الجهات الخارجية جميعها اللي تعمل على التوريد من خلالها، اللي هو على أساس التوريد. It acts as liaison with external parties on multiple fronts. هي بتعمل كحلقة وصل. السبلاي مانجمنت تعمل كحلقة وصل مع الأطراف أو الجهات الخارجية on multiple fronts، على عدة جبهات، including تتضمن materials المواد، new technology التكنولوجيا الجديدة، market information معلومات عن السوق، والservices والخدمات. يعني الآن supply management هي تعتبر حلقة أو تعمل كحلقة وصل ما بين المنظمة وأطراف أخرى على عدة جبهات، المواد الخام مثلا، من اتجاه المواد الخام، اتجاه التكنولوجيا، اتجاه السوق نفسه معلومات عن السوق، واتجاه السيرفيس الخدمات. These parties include، هذه الأجزاء أو الجهات الأخرى مين هم؟ السبلايرز. لما أنا بدي ماتيريالز بدي أروح من عند السبلاير، صح؟ بدي نيو تكنولوجيا برضو ممكن بدي أذهب من عند السبلاير. الماركت انفورميشن ممكن من بعض الجهات الحكومية أحتاج معلومات عن السوق، أو اللوكال كوميونيتيز. فالبارتيز هم السبلايرز، الجوفرمنت اند لوكال كوميونيتيز، المزودين، الحكومة والمجتمع المحلي. أوكي، واضح الآن الإكسترنال انتجريشن عندي عدة اتجاهات وعندي عدة
أجزاء عمل اللي هو اللي هي أجزاء أو جهات تتعامل معها المنظمة، من السبلاير، المزودين أو الموردين، الحكومة، واللوكال كوميونيتي، والمجتمع المحلي. Supply management's primary external linkage are with its suppliers. العلاقة بين السبلايرز والسبلاي مانجمنت هو أهم شيء، أهم رابطة بتكون ما بين السبلاير والسبلاي مانجمنت. The responsibility to select suppliers and to remain the primary commercial linkage with the buying firm. مسؤولية اختيار السبلاير المورد والحفاظ أو البقاء على primary commercial linkage، أو رابطة تجارية، with the buying firm، مع المؤسسات أو المنشآت اللي بتشتري منها. Maintain open and continuous communication with supplier. Same. يعني الحفاظ على اتصال مستمر ومفتوح مع السبلايرز. Supplier selection and management، وأيضا إدارة واختيار الموردين. هذا الربط ما بين السبلايرز وما بين السبلاي مانجمنت. ليش بنعمل هذا الربط؟ لأنه نعمل على تحمل مسؤولية الحفاظ والبقاء على واختيار والبقاء على اتصال مفتوح ما بين السبلاير وما بين المنظمة، أو ما بين المنظمة وما بين the buying firms اللي هي المؤسسات اللي بدها تشتري من المنظمة. Okay, the government، مع الحكومة يجب أن يكون هناك integration، وهذا بنسميه من ضمن أجزاء ال external integration with the government. Supply management sometimes maintains communication linkages with governments at different levels and locations. السبلاي مانجمنت يعني احيانا تحافظ على اتصال او تبقي على اتصال وربط مع الحكومات على مستويات ومواقع مختلفة، منها international counter trade issues، يعني علاقات او قضايا تتعلق بالتجارة العالمية. هذه القضايا تحتاج إلى ممكن التواصل ما بين السبلاي مانجمنت مع الحكومة نفسها. كل القضايا اللي بتتعلق بالتجارة العالمية يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين السبلاي مانجمنت مع الحكومة الجوفرمنت. Compliance with foreign laws regarding contracts and suppliers، يعني الامتثال والالتزام بالقوانين العالمية أو الخارجية اللي متعلقة بأمور العقود والموردين. بالتأكيد لعمل عقد خارجي أو جلب مواد خارجية هناك عدد من القوانين. القوانين هذه تحصل عليها المنظمة أو supply management من الجوفرمنت. أوكي. Negotiation with foreign governments، التفاوض مع الجهات أو الحكومات الأجنبية. نحتاج إلى تنسيق ما بين supply management with the government to negotiate with foreign governments، عند التفاوض مع حكومات خارجية أو أجنبية. Consult with appropriate agencies regarding regulatory compliance، الاستشارات مع الوكالات الصحيحة فيما يتعلق ب regulatory compliance، الامتثال أو التعليمات القانونية والالتزام بالقوانين والتعليمات. لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق ولينكيج، تكامل ما بين السبلاي مانجمنت مع الحكومة أيضا. أوكي، لوكال كوميونيتيز
يعني المجتمعات المحلية supply management may have contact with local communities and leaders. يعني يجب أن يكون هناك اتصال ما بين supply management إدارة التوريد مع leaders واللوكال كوميونيتي المجتمع المحلي. لماذا هذا الكونتاكت أو هذا اللينكيج؟ Because supply management controls a large budget. لأنه إدارة التوريد تتحكم في ميزانية كبيرة. It has the potential to affect certain social goals. وهذه التحكم في الميزانية الكبيرة يعني في احتمال أنه يؤثر على العديد أو يؤثر على بعض الأهداف الاجتماعية. These goals include sourcing from local suppliers. هذه الأهداف يعني يكون عندي هدف اجتماعي في المنظمة أنه يتم التوريد من اللوكال سبلاير من المورد المحلي. فبالتالي التنسيق ما بين السبلاي مانجمنت واللوكال كوميونيتي يساعدني على الالتزام بمثل هذه الأهداف، انه التوريد من اللوكال سبلاير. awarding a certain percentage of business to qualified minority suppliers، او تخصيص يعني نسبة معينة من العمل ل qualified minority suppliers، لقلة صغيرة من الموردين، أيضا لخدمة هؤلاء الموردين في المجتمع المحلي، مسؤول عن هؤلاء الموردين. فبالتالي يحدد نسبة محددة من الـ percentage of business من العمل أنه يجب التوريد من هؤلاء الموردين لتشجيع الموردين المحليين الصغار أو القلة. environmental sustainability and establishing ethical business practices in all dealings. أيضا من هذه القرارات هي الـ social goals. environmental sustainability الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة والمجتمع ككل. and establishing ethical business practices in all dealings وتأسيس ممارسات عمل أخلاقية في جميع الصفقات أو الأعمال التي تقوم بها المنظمة. فأتوقع هيك تكون واضحة اللينكيج بين supply management with local communities، يعني هيئات أو مؤسسات المجتمع المحلي. لماذا؟ حتى يكون هناك ربط والتزام ببعض تعليمات وقوانين اللي يفرضها المجتمع المحلي، منها الحفاظ على البيئة، منها تخصيص نسبة معينة للموردين القلة أو الصغار، منها تشجيع التوريد من الموردين المحليين، وبالتالي أيضا منها قضايا أخلاقية وممارسات أخلاقية في جميع الصفقات. أوكي. As a quick revision, we explained about the external integration and the parties are supplier, the relationship with supplier, the relationship with government, and the linkage with local communities. These are the three parties or three parties that must represent the external linkage with supply management. I think that's all for today's lecture. In the next presentation, we will continue in explaining buyer and supplier collaboration. Thank you so much for listening and see you in the next lecture. Goodbye to you all.